السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. موعدنا اليوم في مادة اللغة العربية مكون علوم اللغة مع درس الطباق والمقابلة لتلامذتنا في أولى باك علوم. أولا لابد أن نراجع معكم بعد المكتسبات السابقة. تعرفون بأن الدرس السابق تمحور حول الاستعارة. استعارة أركانها وأنواعها، وكانت لدينا أمثلة في هذا المجال. إذن الاستعارة تتكون الاستعارة من مستعار له ومستعار منه، مستعار له مستعار منه. وذاك وجه الشبه الذي كان موجودا في التشبيه هو الذي يسمى بالعلاقة. وثم هناك قرينة تمنع من أن نفهم المعنى الأصلي للكلام. بالنسبة لأنواعها قلنا تنقسم إلى تصريحية وإلى مكنية باعتبار وجه الشبه، حيث أن الاستعارة التصريحية هي ما صرح فيها أي ذكر لفظ المشبه به أو المستعار منه، والمكنية هي ما حذف المشبه به وكني عنه أو جاء بما يدل عليه. إذن حذف المستعار من عنه. الآن سننتقل إلى مجال آخر، بأن هذا الاستعارة كانت تدخل ضمن علم من علوم البلاغة وهو علم البيان، وفيه التشبيه وفيه المجاز وفيه الاستعارة. ثم هذه البلاغة، علوم البلاغة، هذه البلاغة لها علوم أخرى. هذه العلوم الأخرى هو علم المعاني، علم المعاني وهو الذي رأيتموه في أربعة دروس في الإنشاء الطلبي: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء، ليس لديكم مقررا هذه السنة، والخبر رأيتموه في السنة الماضية. في البلاغة هناك علم آخر، علوم البلاغة، في البلاغة هناك علم آخر يسمى بالبديع. البيان والمعاني والبديع، ما هو البديع؟ البديع هو تحسين الكلام، تحسين الجملة، تحسين الأسلوب. هذا التحسين يتم إما عن طريق محسنات لفظية كالجناس والسجعي وليس موضوعنا اليوم، وكمحسنات معنوية هي التي سنراها اليوم وهي الطباق والمقابلة. الطباق والمقابلة، ننتقل إلى الصفحة الموالية. ولنكن نلاحظ جملتان من قوله تعالى، لدينا مثالا أو نموذجا. النموذج الأول قال سبحانه وتعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. الآن نريد أن نعرف العلاقة الموجودة بين الذكر والأنثى. ستلاحظون بأن هي علاقة ضدية، علاقة ضدية، يعني أن الذكر ضد الأنثى في الدلالة. إذن يدل الذكر على جنس معين وتدل الأنثى على جنس آخر. هذه علاقة ضدية. هذه العلاقة الضدية في اللغة تسمى بالطباق. إذن الجمع بين اللفظ، بين كلمة وضدها في الكلام أي في الجملة. في العربية كلامنا لفظ مفيد كالساقم، يعني الكلام هي الجملة في اللغة العربية. إذن هذا طباق. لدينا الجملة الثانية. الجملة الثانية قال سبحانه وتعالى: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. ماذا سنلاحظ؟ بأن هناك جملتين،
الجملة الأولى فليضحكوا قليلا، والجملة الثانية فليبكوا قليلا. هذه الجملة تقابلها جملة أخرى، يعني يمكن أن نكتبها بهذه الطريقة كما سنرى في الأمثلة السابقة واحدة تحت الأخرى. إذن لدينا جملتان، هذه الجملتان ماذا فيهما؟ فيهما كلمة يضحك فيها قليلا. ليس بالضروري أن تكون الكلمتان متناقضة في الجملة الأولى، لا علاقة. أين يقع التقابل؟ يقع التقابل بين جملة واحد وجملة جوج. إذا الجملة الأولى فيها يبكو تقابلها يضحك، وكثيرا تقابلها قليلا. إذا ماذا سنرى؟ سنرى بأن هناك ضدان في جملتين، ضدان في الجملة الأولى وضدان في الجملة الثانية، وهذا ما يسمى بالمقابلة. إذا أردتم أن تعودوا، إذن هذا يسمى مقابلة. يعني هنا علاقة تضاد بين جملة واحد وجملة جوج. في جملة واحد كاين على الأقل عنصران، وهنا ضدان يقابلهما عنصران، إذن تسمى هذه مقابلة. ننتقل الآن إلى أمثلة الطباق. إذن ماذا قلنا؟ قلنا بأن الطباق هو إيراد معنى وضده في نفس الجملة. قال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ماذا سنلاحظ؟ هناك مجموعة من الكلمات ستلاحظون، لأن هناك كلمة مكتوبة بالأخضر وكلمة مكتوبة بالأصفر. إذن سنجد تؤتي تنزع تؤتي، يعني تعطي وتنزع، إذن علاقة ضدية بين تؤتي وبين تنزع. لدينا كذلك تعز وتذل، إذن تعز ضد تذل، إذن علاقة ضدية. قال الشاعر أحمد شوقي في القصيدة التي لدينا هذا الأسبوع، وهي قصيدة تسامح الصغار: ولا يزدري لا يحتقر، ولا يزدري بالفقير الغني. فقير الغني، هناك تقابل ولكن داخل نفس الجملة، جملة. ولا ينكر الأبيض الأسمر. جملة ثالثة، قال الشاعر: ركبنا في الهوى خطرا فإما لنا ما لنا، عفوا، لنا ما قد ركبنا أو علينا. هناك تقابل بين لنا وبين علينا في صالحنا وعلينا في غير صالحنا ضدنا، إذن هناك علاقة تضاد بينهما. وقال شاعر آخر: وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول. ننكر لا ننكر، إذن علاقة ضدية كذلك هنا. إذن الجملة نلاحظ بأن كلمة وضدها كلمة ضدها كلمة ضدها. إذن هذه أمثلة الطباق. هذه الأمثلة سنوزعها في الجدول التالي لكي نعرف الاختلافات الموجودة بينها. في الآية الأولى: تؤتي الحكم من تزاع وتنزع، تؤتي الحكم من تشاء وتنزع الملك ممن تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. إذن لدينا تنزع فعل المقابلة، فعل تعز تذل، عاود فعل المقابلة فعل. إذن دلالة فعل ضد دلالة فعل، هذه الدلالة يعني تعطي ضد دلالة تأخذ أو تنزع. إذن صيغة الطباق هنا فعل مقابل فعل. الجملة الثانية: الفقير الغني، اسم مقابل اسم، لنا علينا، حرف مقابل حرف. وفي البيت الأخير، البيت الرابع: ننكر لا ننكر. قد يقول أحدكم فعل فعل، إلا أننا نلاحظ ما يلي: ننكر لا ينكرون، تضاد بين الإثبات وبين النفي، هذا مثبت وهذا منفي. إذن هناك تضاد بين النفي والإثبات، قد يكون في الاسم أو في الفعل. ماذا نستنتج؟ بأن الطباق هو الجمع بين كلمة وضدها، الجمع بين كلمة وضدها في جملة في الكلام، سواء كانت اسما فعلا أو اسما
أو حرفا. هنا فعل، أما في النفس سنراه فيما يلي. ثانيا ينقسم الطباق إلى طباق إيجاب حين يكون التضاد بين لفظين مثبتين، وطباق سلب حين يكون بين لفظين أحدهما مثبت والآخر منفي. سنعود إلى هذا الجدول. أين الطباق؟ طباق النفي تأتي تنزع، هذا طباق إيجاب ليس هناك نفي، هذا طباق إيجاب ليس فيه نفي. أين النفي؟ هذا طباق سلب. إذن ينقسم الطباق إلى طباق إيجاب وطباق سلب. بعد أن انتهينا من هذا سننتقل إلى التطبيق لكي نتأكد من فهمكم لما مضى. استخرج الطباق وبين نوعه من خلال الآيات التالية. قد يقول أحدكم استعملنا الآيات لأنها موطن المحسنات البديعية، ونحن في اللغة غالبا ما نتوسل بالأمثلة من القرآن الكريم ومن الشعر العربي القديم، حيث كانت اللغة العربية ما زالت في أوجها. إذن لدينا مجموعة من الآيات، ثم سننتقل إلى أشعار أخرى في تطبيقات لاحقة. قال سبحانه وتعالى في سورة الكهف: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. أين الطبق؟ إذا أردنا أن نسهل عليكم، الطبق موجود هنا بين كلمة أيقاظ وكلمة رقود. ما نوعه؟ هل هناك نفي؟ ليس فيه نفي. إذن نوعه هو طباق إيجاب. ستملأون ما سيأتي سنقرأه. ثانيا: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. أين الطباقات الموجودة؟ قد تجدون أكثر من طباق واحد ستكتب له. إذا كان جوج طباقات ستكتب الطباق الأول هنا والثاني هنا. قال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت. هناك خطأ معذرة. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت في البقرة. رابعا: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. في حق الوالدين في سورة الإسراء. إذن ستملؤون هذه التطبيقات لتتأكدوا، ثم سنصححهم في حصة التطبيقات بحول الله. لديكم صفحة التمرين يمكن أن تنجزوا عبرها تلك التمارين وأن تجربوا. هنا ننتقل الآن إلى أمثلة المقابلة. مر بنا مثال المقابلة. الآن لدينا بيتين في المقابلة. قال النابغة الجادي شاعر قديم: فتى يتحدث عن فتى، تحدث عن الفتى. فتى ما له هذا الفتى؟ هذا الفتى تم فيه ما يسر صديقه وفيه ما يسوء الأعادية. نلاحظ أن هناك الجملة الأولى يسر صديقه، والجملة الثانية يسوء الأعادية. قال شاعر آخر: ما أحسن الدين. ما أحسن هذه صيغة تعجب، ما أفعل وأفعل به. إذن يقول بأنه يحبذ الدين والدنيا إذا التقيا معا، كما قال علي بن أبي طالب: كرم الله وجهك لمن نسب إليه. عمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. إذن ما أحسن الدين وما أقبح، يعني أحسن أقبح الكفر والإفلاس بالرجل. إذن الرجل يحصل به أن يجمع الدين والدنيا لا الكفر
والإفلاس. ماذا هناك في تحليل هذه الأمثلة؟ ستلاحظون بأننا جعلنا الشطر الأول، الجملة الأولى يعني الشطر الأول، الشطر واحد، الشطر جوج. المثال يتحدث عن الفتى بالنسبة لصديقه في الشطر الأول، وعن الفتى بالنسبة للأعداء. إذن هناك مقابلة. جيد، كتبنا الجملة الأولى على الشكل التالي. الجملة الأولى: فيهما يسر صديقه. الجملة المقابلة: فيهما يسوء الأعدية. أين التقابل؟ فيه فيه، هذه ليست الضاد، يعني سنرى الضد ما بين الجملة الأولى والثانية. هناك في البلاغة من يعتبر بأنه في المقابلة ليس بالضروري أن تتقابل الأضداد، يمكن أن تتقابل الشبائه والنظائر، ماشي مشكل. نحن سنركز هنا على الأضداد. إذن ماذا سنرى؟ يسر يسوء في الجملة الأولى، صديقه الأعادية. إذن سنجد بأن يسر ضد يسوء، وبأن صديقه ضد الأعادية. ليس كالطبق، طبق فيه ضد داخل الجملة ولكن في كلمة واحدة، قد تتعدد داخل الجملة واحدة. نحن لدينا جملة وعلى الأقل فيها متقابلان وليس متقابل واحد. الجملة الثانية، الجملة الثانية: ما أحسن الدين والدنيا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. أنا إذا اجتمع وهذا بالرجل، إذن أخذنا من البيت السابق ما أحسن الدين والدنيا. إذن اجتماع الدين والدنيا أحسن تقابلها أقبح. الدين يقابله الكفر، الدنيا يقابلها الإفلاس. ذاك الواو لاحظت، الدنيا يقابلها الإفلاس. إذن ماذا سنلاحظ؟ سنلاحظ بأن هنا مقابلات، أحسن مقابل أقبح، الدين مقابل الكفر، والدنيا مقابل واحد الجملة الأولى واحد الجملة الثانية، الثاني مقابل الثاني، والثالث مقابل الثالث. إذن هنا تقابل عنصرين، وهنا تقابل ثلاثة عناصر. إذن نلاحظ أن المقابلة هي التي بالضروري أن يتقابل فيها أكثر من عنصر. إذا كان عنصر واحد فهو طبق ويكون داخل الجملة. نختصر لكم ما يلي استنتاج ما هي المقابلة. المقابلة هي أن يؤتى بمعنيين أو أكثر. اللفظ كل لفظ فيه معنى، إذن معنيين أو أكثر زائد، وليس واحد. إذا كان واحدا فهو طبق، أو أكثر في الجملة الأولى جملة واحد، ثم يؤتى بما يقابلهما على الترتيب في الجملة الثانية. على الترتيب، معنى على الترتيب كما سنرى. يسر الصادق، هنا ضد يسر يسوء، نفس الترتيب، هذا الأول الأول، الثاني الثاني. يمكن أن نقول يسر صديقه الأعادي يسوء، مفهوم؟ إذن لابد أن نتبع نفس الترتيب. هذه بعض الأمور من أجل الإضافات والاستفادة الأكثر. مهم بالنسبة إليكم أن تركزوا على الأمور التي طلبنا ونطلب أن تكتب وتسجل على الدفتر. وهذه مقارنات مجموعة ما بين التشبيه وبين الاستعارة. مثلا: لا يكون الطباق الواحد إلا بين ضدين، كلمة وضدها، هذا طباق. قد يكون في الجملة طباقا، هذا الطباق الواحد. الجملة قد يكون فيها طباق واحد، طباق جوج، كلمة ضدها، كلمة ضدها، كما رأينا في الآية القرآنية السابقة. وتكون المقابلة بضعف ذلك أو أكثر، جوج أو أكثر، لفظان مقابل لفظان، أو ثلاثة مقابل ثلاثة، وقد تصل إلى ستة ألفاظ. هناك من يحصرها في خمسة ألفاظ ويعتبرون ذلك بأنه ما تم الإحسان البلاغي من حيث المحسنات. يدرس الطباق داخل الجملة الواحدة وقد تحتوي، أما المقارنة فتكون بالجملة أو شطرين إلى غير ذلك. هذا الطباق كما قلنا لا يكون في الأضداد أو يكون في الأضداد، هذا فيه خلاف بين البلاغيين. إذن المقابلة هي جملة تقابلها في جملة ثانية وعناصرها مختلفة ومتقابلها
الترتيب، ننتقل إلى هذا التطبيق قال سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قد قسمنا لكم هذه الآية إلى قسمين، يعني إلى جملتين، نقترح عليكم أن تقسموها إلى جملتين حسبها هي الفاصلة. الجملة الأولى، الجملة الأولى والجملة الثانية، ماذا ستفعلون؟ ستكتبون الألفاظ التي لها مقابل في الجملة الثانية، مثلا أعطى، عفوا، مثلا أعطى ماذا يقابلها في الجملة الثانية؟ أعطى، وأما من بخل، إذن البخل ضد العطاء، العطاء والكرم والبخل، اتقى، صدق، إلى غير ذلك. المهم ستكملون هذه التقابلات، نرى لرى هل هناك مثلا ثلاثة مقابل ثلاثة أم أربعة مقابل أربعة أم خمسة مقابل خمسة. ستلاحظون بأن هناك مقابلات، إذن بالنسبة إليكم ستحاولون سنغير هذا اللون. إذن أعطى في الجملة الثانية بخيلا، نفهم، إذن ستستخرجون مقالة. قال البحتوري، البحتوري شاعر من العصر العباسي عرف بوصفه الكبير، فقال البحتوري: فإذا حاربوا، يتحدث عن أناس، إذا هم حاربوا أذلوا عزيزا، وإذا سالموا أعزوا ذليلا. أين الكلمات في الشطر الأول؟ كلمات الشطر الأول، مثلا إذا حاربوا، هل هناك مقابل لها؟ سلموا، إذن الذين حاربوا تقابلها سالموا. كذلك كما فعلنا في السابق ستكملون ما ترونه مناسبا. إذن ستكملون المقابلات، إذن سنرى بأن هناك، سنجد بأن كلمات الجملة الأولى تقابلها أضدادها في الجملة الثانية، وستكتبون هنا العدد، هل هناك ثلاثة مقابل ثلاثة أم أربعة مقابل أربعة أم أكثر أم أقل، ولا يقل العدد عن اثنين. ننتقل الآن إلى التقويم الإجمالي الذي يجمع تطبيقات وتمارين بين الطباق وبين المقابلة. السؤال الأول: ميز أو ميز الطباق من المقابلة فيما يلي موضحا سبب ذلك. ما معنى أن توضح سبب ذلك؟ أن تقول هذا طباق لأنه ماذا؟ لأن هناك عنصر مقابل عنصر داخل الجملة، وضد هناك اجتماع داخل الجملة بين كلمة وضدها. إذا كانت المقابلة ستقول لأن هناك جملة مقابل جملة، هناك عناصر الجملة الأولى، معاني وكلمات الأولى تقابلها في الجملة الثانية أضدادها بالترتيب. قال سبحانه وتعالى، بعد ذلك سننتقل إلى الشعر، قال سبحانه وتعالى في سورة الزمر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ستقول هناك طباق لأن كذا وكذا، وستستخرجه، ستضع خطا تحت كل يعني كلمة وضدها، أو ستنجز ذلك في التطبيقات والتقويم الإجمالي في صفحة منزلية داخل الدفتر المدرسي. إذا ميزي الطباق، قلنا قل هل يساوي، عندما سترى ستكتب الكلمة وضدها وستقول طباق، أو ستكتب مجموعة من الكلمات باثنان فما فوق وستقول بأن هناك مقابلة، أنت ستستخرج ذلك. قال المتنبي:
فلا الجور يفني المال والجد مقبل، ولا البخل يبقي المال والجد مدبر. مدبر يعني أدبر، يعني رجع أقبل أتى وأدبر رجع وعاد وتخلف. إذن ستقول لنا هل هناك طباق؟ تقول طباق، إذن ستستخرج كلمة ضدها، أو ستقول مقابلة وستقول لأن هناك كلمات كذا في الأول تقابلها كلمات كذا وكذا، وستكتب هذه الكلمات المتقابلة. ثانيا قسم، أي ستجعله قسمين، قسم أو قسمي، معذرة المؤنث، قسمي بيت الشريف الرادي. ماذا ستقسمه؟ كل سطر في سطر، ثم بين كلمات المتقابلة، يعني ستكتب هذا السطر وتحته ستكتب هذا السطر، وسترى هل هناك كلمات تتقابل، وإذا كانت تتقابل ستكتبها وستقول لنا هل هناك، يعني كم كان العدد، 3 أم 5 أم 6 مقابلة 5. ستضع الكلمات كلها، يعني كما فعلنا في السابق، جملة أولى، يعني هنا عندنا السطر، سطر واحد يعني شطر، شطر واحد، لدينا أعتقد صفحة التمارين، شطر واحد، شطر جوج. ستكتب الشطر الأول اللي هو كان الرضا بدنوي من قال المتنبي، هذا في المثال السابق. ستميز بيت الشريف الرادي، كان الرضا بدنوي من خواطرهم، فصار سخطي لبعدي عن جوارهم، يعني عن جوارهم، هذه الواو هي واو المد في الشعر، جوارهم يعني لممثلة القافية وإشباع صوتي الراوي. إذن ستكتب كان، هذا هو شطر واحد، فصار هو شطر جوج، ثم سترى الكلمات المتقابلة. السؤال الثالث، إيتي بجمل من إنشائك. تعرفون بأن امتحان الجهوي يطلب منك ومنك أن تكتبي وتصوغي وتقترحي جملة من عندك ليست لها سوابق. ما معنى سوابق؟ سوابق أسلوبية أو تداولية، لم يقلها أحد، فليست قرآنا، قرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وليست كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث، وليست شعرا، وليست كلاما مأثورا، ليست مثالا ساريا أو غيره. جيد، إذن ستأتي بجملة، إن أردت أن تستفيد من تلك الأمثلة استفد، ولكن عليك أن تحورها وتحولها تنسب أسلوبك. ستكتب جملة فيها طباق إيجاب، أي غير من ليس فيه نفي، طباق سلب تعرفونه، مقابلة بكلمتين متعارضتين، يعني الجملة الأولى فيها كلمة وكلمة تقابلهما في الجملة الثانية كلمة ضد الأولى، وهذه كلمة ضد الثانية. بعد هذا الإنجاز ينصح بإنجاز التقويم الإجمالي الخاص بدرس طباق مقابلة من الكتاب المدرسي. إذا فهمت هذا يمكنك أن تذهب إلى الكتاب المدرسي، أو فيه تقويم إجمالي لمزيد من تثبيت المعلومات ومن تجريبي واختبار فهمكم وفهمكنا. دمتن ودمتم في رعاية الله وحفظه، أعانكن وأعانكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.